السلام عليكم الزول في اللون. جبت لكم اليوم صالوبات البنت عمر 12 الى 14 سنه، مقاسات مضبوطه. تابعوني ندير لكم الشرح على الورقه. اذا نحتاج 2 متر تاع القماش، نقصوا الطول تاع السروال، نطوي القماش على 4 ونقصوا الطول تاع السروال كل وحده كيفاه. هنا دي 90 سنتيمتر فقط، والجزء العلوي دي فيه 34 سنتيمتر. اذا نفصل طويت القماش على 4، نقص 90 سنتيمتر تاع السروال. ضحكني واحد التعليق، خي واحده المشتركه ولا ما نعرف، قالت لي انت تعرفي ديري غير الصالوبات. نقول لها امو انا نعرف ندير لي صالوبات، شوفي انت واش تعرفي ديري. فوالا بين قوسين هنا ندير الطول. الجزء العلوي خليت فيه 32 سنتيمتر، كل واحده تاخذ الجزء العلوي تاعها. بصح هنا نبداو القياسات من اعلى الصدر، ماشي من الكتف، من اعلى الصدر حتى الخصر، يعني كيما يسموها لا كاغور دوفون، يعني فوق الصدر بشويه. هنا هالقياسات اللي نمدها لكم، قلت لكم تلبس 12 الى 14 سنه، والطول على حسب الطول تاع البنت تاعكم. ناخذ الجهه المغلقه من هنا، ناخذ القياسات. هنا خديت 20 سنتيمتر، لا كاغور هذه خديت فيها 20 سنتيمتر. علاش 20؟ خديت 15 وزدت لها 5 سنتيمتر هذيك تاع لاستيك، لانه حنديروا لاستيك كامل على الدوران. هذا الميلان كيفاش ديتو الميلان هذا؟ خديت نهبط 12 سنتيم، ندير ربع دوران الصدر وندير نقطه، ومن بعد نلاقي النقطه تاع 20 سنتيمتر من فوق وربع دوران صدر. هنا خديت 27. هنا ربع دوران الخصر ناخذه كيما راهو. انا خديت وقيل 30 سنتيمتر ولا خديته لارج، لانه راح ندير له لاستيك وكامل يتجمع، كل شيء يتجمع بلاستيك. اسهل فصاله هذه هي، يعني هذا البستي فصالته سهله. والسروال راني درت لكم الفصاله في القناه في فيديوهات سابقه، نخلي لكم في الروابط. لي تحب تتعلم الخياطه من الصفر، عندي سلسله دروس الخياطه موجوده في بلاي ليست، تدخل فقط تشوف بلاي ليست وتتبع من الصفر، تتعلم كيفاش تاخذ القياسات وكامل. هذا الامام والخلف سهل جدا. بالنسبه للاكمام يجو قطعه مربعه هكذا، يا نديروا على حسب الميلان تاع الكتف. هذا نديروا فقط قطعه مربعه، يعني 20 على 20، هي مطويه على 4 باش ناخذوا الاكمام في زوج ونرسموا الحرده هذه. شوفوا الشكل تاعكم كيفاش يجي. هذا الدوران كامل راح يتلم باللاستيك. بالنسبه للسروال راه قلت لكم راني درت الفصاله عده مرات على الورق ودرتها على القماش، فقط شوفوا الفيديوهات السابقه ونخلي لكم رابط في صندوق الوصف، وراح نطبقوا كامل هذا الشيء على القماش. كما شفتوا الشكل هذاك اللي شفتوه في الاول، راح نديروا لاستيك في الصدر على دوران الصدر كامل، وبعد نديروا لاستيك في الاكمام. هنا راني ناخذ القياسات تاع السروال. جو بريفير ندير هذه الطريقه، ندير على الورق ومن بعد ندير على القماش، باش اللي ما يفهمنيش على الورق على القماش يتبعني اولا على الورق. اذا راني نكمل لكم لا سويت على القماش. قلت لكم 2 متر تكفيكم. هذا القماش شريته 35000 متر، بارد مليح بزاف، لازم تشمخيه قبل ما تفصليه. راني نطبق كل هذيك القياسات على القماش. نهبط ب 12 سنتيمتر، ناخذ دوران ربع دوران الصدر تاع 20 سنتيمتر، ندير هذا الميلان، هذا هو ميلان نصف دور نصف الابط. نهبط هنا نورمالمون 32 سنتيمتر، ونحط ربع دوران الخصر ونقطع. اسهل فصاله هذه، فصاله هذيك سهله جدا، كل شيء تلميه بلاستيك. قلت لكم القماش هذا 35000 للمتر، شريت 2 متر، شباب بزاف وراهو طوندونس بزاف. اذا نقص البستي الفوقاني هذاك، والتفصيل تاع السروال راني ما درتوش، لانه قلت لكم راني درتو عده مرات باش ما يجيش الفيديو طويل. نقصو هكذا مباشره، نديرو لارج من التحت، لاني راح بعد نلصق الجزء الفوقاني مع السروال باش تولي لي انسالوبات.
فوالا دوك نوري لكم النتيجه كيفاش بعد القص. هنا راهو الامام والخلف كيف كيف، تقدروا يعني ديستينغيو الامام على الخلف يعني تخالفوهم، بصح انا درتهم كيف كيف لانه كل شيء راح يتجمع باللاستيك. الجزء اللي بقى لي من القماش التحتاني راح نقص به، نفصل عليه السروال لارج، دائما يكون لارج. ناخذ ربع دوران الخاص ونكمل القياس. هاوليك النتيجه اللي خرجت لي بعد التفصيل، بعد التفصيل فوالا. بعد ذلك واش نروح نديرو؟ نقصو الكم، نديرو القطعه المربعه المطويه على أربعة تاع القماش، فيها 20 على 20. الكم تاع هذا النوع من لي بلوز يجي كاري، يجي فقط انكارو هكذا، انكاري مربع يعني، نخلو بهذا الشكل ونقطعوه، ومن بعد نجيو نلاقيو من الاربع جوانب، نلاقيو كل هذا. كي تشوفوا هكذا عرض ما تخافوش، راح نلمو كامل كل شيء بلاستيك. هنا راني طميت يعني لقيت كل شيء، هنا ندير كفه فيها واحد سنتيمتر، ونخلي فتحه يدخل منها اللاستيك. هنا راني ندير الكفه هذه تاع 1 سنتيمتر باش ندخل اللاستيك، العرض تاع 1 سنتيمتر ولا هذا كاس لاستيك رقيق، المهم دخليها انا ندخلو باللمسك. هاوليك هنا خليت الفتحه وركبت لي مونش. الان نركب الجوانب، قبل ما نركب الجوانب ندير لاستيك في لامونش، في الجزء السفلي تاع لامونش، لانه راح تجي لامونش فيها لاستيك من التحت. نجبد معايا لاستيك وندور عليها القماش كيما هكا راكو تشوفوا. اليوم ان شاء الله راح تتفرج نتائج التعليم المتوسط تاع وليدي، ان شاء الله ينجح بمعدل مليح ان شاء الله، وان شاء الله ندعي لكم كامل، ندعي كامل التلاميذ ان شاء الله ينجحوا كامل في الاختبارات، سواء التعليم المتوسط ولا الباك ولا السيزيام، ان شاء الله كامل يجعلهم من الناجحين. هنا راني ركبت لاستيك في الليمونش، درك نغلق الجوانب وبعد نجي نركب السروال مع الجزء السفلي. هنا راني درت لاستيك ايضا في الصدر كامل دائري، وبعد هنا نجي نركب السروال مع الجزء العلوي، نحدد الوسط تاع السروال مع الوسط تاع لو هذايا. في الاخير شوفوا النتيجه النهائيه، ان شاء الله تعجبكم، ما تنساوش اللايك والدعم والبارطاج، وشكرا والى اللقاء.